أشعر أنه ضروري أن أعمل من أجل أن أحصل هذه الدقائق خدمة. طيب ليش أسميها تمنى؟ فهو مثلا ليش ما أسميها سياسة؟ ليش ما أسميها سياسة؟ لا ولا سياسة. ليش ما يكون العمل برؤية راحية؟ ليش يتمازج مني أنا كذا؟ ليش ما أكون أنا وأنا قائد أشعل الناس أنا واحد منهم؟ بدون ما أقول في نفسي أنا أشتي أتملك لهم. التغن القيادة أحيانا أنت تشعر بالقيادة أنك تتغلب على المهارة والإبداع والإدارة تتغلب على القرارات والإجراءات. تمام. شوف أحيانا أنه أنت تشعر بنفسك لا تشعر بنفسك أنك قائد إلا عندما تكون بين مجموعات تشعر أنت تقودهم بدون قيادة. يعني مثلا خلق انت الان بدفعه مع مئات واحد الى الحين تشعر نفسك وانت لا تقدر تسيطر عليهم ولا على الدبله ولا لك علاقه تشعر نفسك انك تقودهم كلهم. ليش؟ لانه انت كان في المهاره والابداع تستطيع السيطره عليهم. في سمات شخصيه في كاريزما موجوده عندك، هذه الكاريزما بدات تتحول الى مهاره. بالاضافه الى ذلك الكاريزما اللي موجوده عندك يتاثر بها مع الناس وبداوا ينسجموا معك ويشتغلوا معك. صحيح. والقائد احيانا يظهر وقت المهن. مثلا نفرض انه كلنا احنا 10 ولد واحد من القائد وقع عليهم مشكله، هم في خطر، تحصل واحد ممكن ينقذهم بطريقه سهله. بقول لك حاجه، معنا قياده البلد صح ولا لا؟ يعني على مستوى البلد. لا مستوى حاجه مو معنا، معنا خربطه مستوى حاجه اداره. لا اداره ولا قياده، خربطنا شيء. ايوه احنا في المجتمع توارثنا الشيخ والقبيله ولذلك يعني عندنا هذا الشيء، بينما لو تعودنا على الديمقراطية عندما كل سنة يدير واحد يعني يقول واحد تصبح الإدارة والقيادة شيء واحد ما في مشكلة. يعني كل الأصل كل المفاهيم الإدارية عند كل القادة أو القيادة عند كل الإداريين. يا سلام، هذه يفترض أن تكون المفاهيم القيادية عند كل. ولذلك ينبغي ألا نفرق بين داخل المجتمع، ما نفرقش، التعالي الطبقات. لا احنا ما نفرقش. الآن الحوار هذا